بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وأرواح العالمين لك الفدا غريب يا مظلوم كربلاء. عثر الدهر ويرجو أن يقال يا تربت كفك من راج محال. يا رحم الله شاعر أهل البيت الكبير سيد حيدر الحلي. عثر الدهر ويرجو أن يقال تربت كفك من راج محالا. أرخصوها للعواليم وهجن، فشراها منهم الله يا فغالا. يا لا أرى كربلا يسكنها اليوم، لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. سميت كربلاء، سميت كربلاء يا أكيلا يا يروم الكرب عنها إلى غيرها ارتحالا. رأت الرمح زينب حين مالا وعليه الحسين تلا. مو هذا العزاء يوم الأربعين هاجرك الله صاحب الحاجة وياك. رأت الروم حزين أبون حينما حسين تلا. لما استجاب
تم كما يا 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 لا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا يا مقدرا مكتوبا تقل اخويا يا ابو علي اخويا اخويا ما مثل يومك يا ابو اليم جري على رمح راسك وجسمك عثري يا شلون حال اختك الجسمك تنظري عثري والخيل واسفة داست يا عثري والخيل واسفة دايا داست وداوي وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدى يمحلي وداوي انا لا مجروح حتى قعيد وداوي ولا غايب واقول عود لي اي ولا غايب واقول عود لي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه سلام الله إن جدي الحسين قتيل العبر ما ذكره مؤمنون إلا بكى. صدق الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله على محبتهم جميعا رحم الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. المتتبع لأحاديث أهل البيت عليهم سلام الله خصوص ما جاء بخصوص سيد الشهداء عليه سلام الله يرى أن الأئمة الطاهرين عليهم سلام الله قد أخذوا بجوامع هذه المسألة من كل ناحية. ومرة ترى الإمام يتحدث في الجانب العاطفي للحسين أو زيارة الحسين، بل تجد أن هناك شحنة عاطفية عظيمة في هذه الأحاديث، مثل قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله عندما يقول قتل جدي الحسين غريبا في دار غربة يبكيه من زاره ويحزن عليه من لم يزره ويرحمه من نظر إلى قبر ولده عند رجليه. المعروف أن قبر علي الأكبر عليه السلام الله عند قدمي أبي عبد الله سلام الله عليه. تجد هنا شحنة عاطفية عظيمة كبيرة جدا في هذا القول الشريف عن الإمام جعفر الصادق. طبعا من يفهم هذه الشحنات العاطفية هم أهل الولاء فقط، أهل المحبة، شيعة أهل البيت عليهم سلام الله. قد أمثال هذه الأحاديث على عظمتها عند غيرنا قد تكون شرك مثلا، أو قد تكون كفر، أو يستحق عليها الإنسان أن يقتل وأن يذبح وأن يفجر وهكذا. ولكن عند الذين امتثلوا أمر الله عز وجل
في مودة أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وما سأل المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. نعم، من قرأ القرآن وفهم القرآن واستوعب ما صنع الرسول يفهم أمثال هذه الأحاديث، ويفهم أنها شحنات عاطفية من أهل البيت عليهم سلام الله. لماذا؟ لأنه قد يكون انحصر السبيل بها في زمن معين، السبيل انحصر في زمن معين بهذه المسألة العاطفية. فلاحظ أنه أهل البيت محاربين مقتلين، وتجاوز كما يقول تجاوز الأعداء المدى في حرب أهل البيت، وكانت حرب مفتوحة على كل صعيد، بحيث الشعار الذي رفع لا تبقوا لأهل هذا البيت، لاحظ لأهل هذا البيت. وكلمة أهل البيت إذا قيلت لا ينصرف الذهن إلا إلى من؟ إلا إلى آل محمد. لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. وشعارات عظيمة رفعت يوم كربلاء، منها أحرقوا بيوت الظالمين على أهلها. ظلموا من؟ أهل البيت. يعني أهل البيت ظلموا آل أبي سفيان الظاهر، وظلموا أبا جهل، وظلموا أمية بن خلف، وظلموا آل أبي معيط، هؤلاء الأجلاف العتاد الكفر الفسق الفجر الذين بلا مبالغة ما خلق الله أرذل ولا أنجس من هذه الثلة القذرة، أجل الله السامعين. فإيش ينادون؟ أحرقوا بيوت الظالمين على أهلها. فإذا كانت الشعارات المرفوعة في المعركة بهذا المستوى، بهذه الطبقة العالية، وكان المقتول هو أقدس إنسان على وجه الأرض، وكان السبايا هم أقدس الناس كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الله، ولقد قتل معه 18 من أهل بيتي ليس لهم على وجه الأرض مثيل. ما لهم مثيل؟ مو الحسين، الحسين غير شكل، الحسين غير طبقة غير عالم، إنما يتكلم الإمام دون الحسين، طبقة دون الحسين. خذ أبا الفضل العباس، خذ علي الأكبر، خذ شباب بني هاشم، أولاد عقيل، أولاد أم البنين، وهكذا، وأصحاب الحسين كذلك. قال ولقد قتل معه 18 من أهل بيته ليس لهم على وجه الأرض مثيل. وهذه الرواية صحيحة الأسناد عن الريان بن شبيب، وأنا ذكرت قديما أن الريان ترجم له السيد الخوئي رحمه الله في معجم الحديث، وهو خال المعتصم العباسي، رجل ثقة، والرواية موثوقة عن الإمام علي بن موسى سلام الله عليه. فالإمام يتكلم عن طبقة دون المعصوم، فما إذا أراد أن يتكلم عن المعصوم كيف يكون الخطاب؟ لاحظ، أرجع للحديث الأول، أنا صار ربط بالحديث. شنو الربط؟ لما تحدث دون المعصوم قال ليس لهم على وجه الأرض مثيل، وهم كذلك فعلا ليس لهم على وجه الأرض مثيل. لما يتحدث عن المعصوم شو يقول؟ يقول إن جدي الحسين قتيل العبرة، ما ذكره مؤمن إلا بك. بس هذا مو كل الحسين، هذا مو كل، لا لا أزعم أن هذه منزلة الحسين بقول الإمام، وإنما الإمام أراد أن يوضح بعض منزلة الحسين، جزء من كل من قضية الحسين. شنو هذه القضية؟ ارتباط محبة الحسين والبكاء على الحسين بماذا؟ بالإيمان، بالإيمان، ما ذكره مؤمن وليس مسلم، لأنه من المسلمين، يعني هو غير ينطق الشهادتين يصير مسلم، غير مثل ما قالها أبو سفيان. أبو سفيان مو قالوا قالوا انتقل من الشرك إلى النفاق، لو بال مشرك أحسن، لأن واضح مو أبو جهل أشرف منه، أمية بن خلف أشرف منه، والله ذول كفار ما بدلوا، أبو لهب أشرف من أبو سفيان. ليش؟ والله هذول مشركين، لو بال أبو سفيان مشرك أحسن أريحنا. يقول انتقل من الشرك إلى النفاق، والله عز وجل يتوعد المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأبو سفيان من قال هاي الكلمتين هم صار مسلم وابتلينا على عمارنا، وصار من الصحابة ولازم الذكرى تتربى عليه، وصار خير، وهو قاد كل الحروب على رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فما قال الإمام ما ذكره مسلم، لأن من المسلمين من يقول الشهادتين ويتربى على قاتل الحسين، مو ويرى أن الحسين عليه السلام الله مخطئ.
لاحظ هنا الإمام خص بها أهل الإيمان فقط وفقط، قال ما ذكره مؤمن ولا بكر. احنا عندنا عنوان الإيمان بالفقه الجعفري، عنوان الإيمان عنوان الموالية، لما يقولون إمام الجماعة يجب أن يكون مؤمنا كما هو رأي السيد الخوي قدس الله نفسه والسيد السيستاني والعلماء، علماء الإمامية يقولون المؤمن الإمامي، يعني الجامع للشراط الإمام الجامع هو الإمامي الذي يؤمن بولاية أهل البيت، غيره مسلم ليس مؤمن، حسابه نعم يعامل في الدنيا كما في رواية صحيحة الأسناد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام الله قال صلوا على جنائزهم وكلوا ذبائحهم كذا، وحسابهم على الله يوم القيامة ومسلمون في الدنيا. على كل حال ليس هذا موضوع الحديث، الموضوع لما أتحدث عن الإمام المعصوم ربط قضية البكاء بالإيمان، وكل شيء ينتمي إلى الحسين عليه السلام الله ربطه بالإيمان، ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى تغذية عاطفية، فذكر الإمام عليه السلام الله أمثال هذه الأحاديث. وخذ أحاديث عظيمة، منها مثل قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الله إلى الريان بن شبيب قال يا ابن شبيب إن أحببت أن تواسي رسول الله، وين راح؟ راح إلى نقطة إجماعية، نقطة اتفاقية، من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول ليش باقي أهل البيت؟ نعم اتفاقا أهل البيت متفق عليهم، ولكن الأمة اختلفت عليهم، أمة طاغية، أمة طاغوتية، أمة عاتية، اختلفت في أهل البيت مع أن الله عز وجل جعلهم مواضع اتفاق، ولكن ما اختلفوا على رسول الله. فذهب الإمام علما إلى نقطة الاتفاق، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نقطة السواء بين المسلمين من؟ رسول الله. الإمام سلام الله عليه وجه التعزية لمن؟ إلى قلب الرسول. يعني إحنا المفروض الآن لما نعزي، لما نبكي، لما نحضر العزاء، لما أي شيء نسوي إلى الحسين يجب أن نستحضر هذه النية الشريفة أن هذا العمل متوجه إلى قلب الرسول. إن أحببت أن تواسي رسول الله في الرواية وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء فابكي الحسين بن علي، يقول هذا العزاء متوجه مباشرة إلى قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث طويل، أنا أخذ منه مقدار الشاهد لأن عندي كلام أرى لزاما أن أتحدث به في هذه الليلة وهذا اليوم الذي هو نعم يوم الأربعين. أسألك بالله، هل هناك يوم يجمعنا نحن شيعة أهل البيت كهذا اليوم؟ ما عندنا يوم يجمعنا مثل هذا اليوم، مو مثل يوم الأربعين، حيث ملايين الزوار يتوجهون إلى قبر الحسين عليه السلام الله. الآن العدد اللي يقولون 17 مليون، خلي أكثر شوية خلي أقل شوية، ولكن تعداد مليوني ما إلى مثيل أبدا، مذ خلق الله آدم إلى يوم الناس، هذا تجمع في يوم في قضية واحدة في هدف واحد سامي كيوم الحسين ما موجود، هذا مو صحيح. يطلعون بمنهاتن خمسة مخربطين، يطلع الإعلام ويصورهم وعندهم قضية شاذة، قضية ما محترمة أصلا، وما أريد أتعرف، تعرفون تطلعون هنا المثليين عندهم 10 و15 مخربطة، تطلعون الإعلام والفضائيات تصورهم وكذا، شعجب هذه الملايين ما إلها واحد يصورها مثلا؟ إذن أكو تغطية إعلامية على هذا الحدث المليوني العظيم الذي ليس مثل لا أقل في هذا القرن هسه هذا اللي عايشين به والقرون التي سبقته. أكو تجمع ناس بقضية واحدة، القضية واحدة مو قضية زيارة الحسين، كل الناس اللي متوجهين قصدهم زيارة سيد الشهداء، مو الغاية واحدة نفس الشيء، هي الأجر والثواب والقرب من رسول الله ومواساة أهل البيت وإظهار الحقيقة التي حاولت دول قديما وحديثا أن تعمي على هذه الحقيقة. بس ذاك اليوم أنا أشوف حقيقة وبلا قياس، طبعا لا يقاس شيء بالحسين عليه السلام الله، أكو مسابقة مال أجلكم مال بعران بدبي، ما أدري بابو بابي ما أدري وين، هاي المسابقة مال الدنيا مقلوبة عليها
وفضائيات ما ادري كم فضائيه تنقلها واعلام ورئيس يسوون عليها وشغلات مسابقات وقمار والدنيا مغلوبه على مسابقه بعران. مو صحيح؟ اسالك بالله وشوف هسه هذا حدث هو هذا؟ فضائيات عالميه تهتم بهذا الحدث مو؟ و17 مليون من كل العالم مو من العراق من كل العالم من كل العالم. بعض الأخوة من لبنان يقول أكو قرى بالجنوب فرغت من أهلها هاي السنة. هاي سنة عجيبة طبعا. قرى في جنوب لبنان فرغت من أهلها ما بيها ناس بعد كلهم اجوا إلى الحسين. حدود إيران بعض قوم ما لحقوا يحطون فيز فتحوا الحدود ومعروف القضية هاي السنة فتحوا الحدود ما يلحقون ملايين ما تلحق لا فيز لا ختومة فتحوا الحدود لا تطلعوا مش يدخلوا زين. مدن كاملة يقول أمثال مدينة العمارة ميسان في جنوب العراق صارت مدينة أشباح ما بيها أحد أصلا ما بيها كل الناس زين. أسألك بالله شمال أمريكا هسه احنا مو فارغة مو جاي نحس بفراق إخواننا هنا اللي مسافرين هم وعوائلهم من كندا من أمريكا من كذا ومن كل الفئات عراقيين لبنانيين هنود باكستان كذا كل إنسان ينتمي إلى أهل البيت. إذن الهدف واحد والغاية واحدة هو إعلاء كلمة الدين ولكن عن طريق الحسين عليه السلام الله لأن الإيمان منحصر بسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الكلام اللي أريد أتعرض له في هذه الليلة. الشروط التي أملاها أو الأمور التي أملاها علينا أهل البيت عليهم السلام الله هل بها فئوية؟ بها فئوية؟ ما بها فئة فلان وفئة فلان. الناس مذ كانوا ويبقون هكذا إنسان متشدد بالدين مو إنسان متشدد وإنسان غير متشدد ولكن شنو الجامع واحد مو المسائل الجامعة هي واحدة. هسه هذا متشدد مو في دينه أو لعله متشدد في الولاء ما يصير يضارب على الآخرين مو أنه هذا شيعي هذا مو شيعي لازم يعني يحط أنظمة ويحط قوانين. وكذلك الإنسان اللي غير متشدد وعنده نظرة ما يصير يتكلم عليه ويطلعه من التشيع ويسمه بسمة ويتكلم عليه بالكلام غير اللائق. أسألك بالله نحن يراد بنا أو بشيء كبير أهل البيت عليهم السلام الله أرادوا منا أن نكون كبار لا أن نكون صغار مو؟ أرادونا أن نكون بشر بمعنى الكلمة. فدائما يراد علينا شيء دائما ولكن من الداخل لما عجزوا من الخارج صعبة مو قتلوا العلماء عدموا الشهداء سووا مقابر جماعية. أسألك بالله أكو واحد ما يدري بالانتفاضة الشعبانية شنو اللي صار؟ مؤامرة دولية 30 دولة هجمت على صدام لإسقاطه بس صارت الانتفاضة ورفعوا شعار ماكو ولي إلا علي انقلبت الأمور وعطوا الدبابات وعطوا الوقود وعطوا مساحة جوية وصار يقصف ومقابر جماعية أكثر من نصف مليون إنسان دفن في يومين ثلاث أيام دفنوا في الحياة شفلات تحفر واللوريات تذب وتطم وكل العالم يرى ويسمع كل العالم يرى ويسمع والسكوت مطبق على هذه القضية إبادة خارجية عبادة خارجية من الخارج خلصونا منهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي نفس الشعار مو هي هذه الشعارات لو ما فادت زادوا الشيعة من كانت المقابر الجماعية كانوا العراق 12 مليون مو هسه العراق 30 مليون ما تفيد هذه القضية فايدة مو صحيح بس سقط الصنم بالعراق كان زيارة الأربعين توجهت الناس أول نداء كان باسم الحسين عليه السلام الله مو باسم سيد الشهداء سلام الله عليه هاي حقيقة لو مو حقيقة صح لو مو صح. فلاحظ هذه المسألة المهمة لما لم يستطيعوا من الخارج صاروا يعملوا من الداخل. أنا هسه أسألك بالله خلي نسمي الأمور بأسمائها ما يخالف بعض الناس أم يعاتبوننا يقولون أنتوا ليش تحجون يعني على المنبر هاي وظيفة مقدسة ووظيفة إعلامية ومجالس تسجل وكذا ليش تحجون رموز ليش تحجون شفرات مثلا وبحجي بالواضح احكي بالامور الواضحه. اسالك بالله تلفزيون يسموه تلفزيون الموده في لندن ما هذا يسموه الغزي او كذا هذا مثلا واحد من الشخصيات اللي جاي يمزق به السيد الخوي مثلا مو صحيح؟
اكو واحد ما سمع، اكو واحد ما شاف، وكذب وتدليس كذب. بس هو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مسألة أن الناس لا يقرؤون، أن الناس ما يقرؤون. لو يقرؤون الناس مو ما يستطيع يكذب عليهم بهذه الطريقة. مثلا شوف واحدة من الكذبات التي باستطاعتها أن تسقط أي إنسان، ما تخلي له كرامة، ما تخلي له سمعة. يقول السيد الخوي في تعريف النواصب شو يقول؟ يقول الناصبي من أظهر العداء لأهل البيت كذا كذا، إلى أن يقول وكثير ممن حضروا لحرب الحسين. صحيح سيد خوي ذاكر، يقول وكثير ممن حضروا لحرب الحسين، ينطبق عليهم عنوان نواصب. شو يقول؟ يقول كثير ممن حضروا، لو كل اللي حضروا إلى قتال الحسين نواصب، أكو واحد يجي إلى قتال الحسين وهو مناصبي؟ طبعا هذه الكلمة هو قرأها نصا صحيح وركز عليها، ولكن تفصيل وراها يجي الكلام. بس الناس اللي حضروا للحسين إلى قتال كلهم هم كلهم جاي يقاتلون؟ لا، مو كلهم جاي يقاتلون الحسين. هسه احنا لما نقرا بالمقتل ونقول وقام الانصاريان مو وكان مع جيش بن سعد وقاتل باعداء الحسين، هم كانوا جيش الغفاريان اللي اجوا، وهكذا هواي ناس اجت. اكو ناس طالعه بالقوه عليها محاطه، محاصرين عوائلهم، ما تقدر تقول نواصب هذول، يعني بالقوه جاي يحارب الحسين. يذكر الشيخ باقر الشريف القرشي رحمه الله عليه يقول كان فئه في معسكر بن زياد يدعون للحسين بالنصرة، غصبا عليهم جايين، هم غصبا، ما نعرف الظروف اللي كانت شلون. زين السيد الخوي رجل علم دقيق، يجي بمسألة عاطفية يقول لا كل الحضرة لحرب الحسين نواصب، لا مو كلهم نواصب، الناصبي من جاء يقاتل الحسين، نعم هذا ناصب، الناصبي من في قلبه بغض للحسين، نعم هذا ناصبي. أما إنسان شيعي مثلي ومثلك وبالقوة والسلطة تجيبه، فهو شو يسوي؟ هذا يطلع الفقرة الأولى بس ما يطلع التفصيل، اعتمادا على ماذا؟ أن الناس لا يقرؤون. وهكذا خلط الأخضر باليابس، ما خلى شيء من رموز الشيعة إلا مثلا واحدة من الكذبات العظيمة. الله يرحم الشيخ الوائلي، يقول الوائلي ولا مجلس ذكر الإمام المهدي أبدا، ولا مجلس ذكر الإمام، ما ذكر المهدي ولا. يريد يوصل لنا فكرة أنه الوائلي ما يؤمن بالمهدي سلام الله عليه، ولكن بالحقيقة وبفضل هذا الجهاز كمبيوتر ادخل وشوف ايش قد عنده محاضرات، حتى عنده بعض المحاضرات ملائية. اتعجبت أنا على الوائلي، يعني على غير الطريقة، يعني لما يتعرض إلى مولد الإمام ويذكر قصة السيدة حكيمة وخبرها مع الإمام الحسن العسكري وولادة الإمام بالتفصيل الممل يذكرها في مجلس ومسجل صوت وصورة، شنو المصلحة بإسقاط هذه الرموز من الداخل؟ الآن هسه يجي واحد مثلا وقال يا با شنو مستحلين الوائلي، بعض حسينياتنا بالعراق بكذا في غير أماكن مستحلين خطيئة. أكو بعض الناس قالوا عمي حتى الخوي إحنا ما حسبنا الخوي هالشكل، الخوي تبين مو شيعي، تبين مو شيعي، لأنه يقول الخوي يقول مو كل اللي يطلعوا لحرب الحسين نواصب. سبحان الله، أمثال هذه فتمزيق من الداخل. حقيقة أنا أشيد لأن المجلس يسجل، أشيد هذه السنة في عاشوراء بالشيخ حسين الأميري، هذا وكيل للسيد الشيرازي، ومع كان عنده مجلس عامر جدا، وهو من الخطباء المبرزين حقيقة، خطيب ناجح وخطيب موفق ومن أهل الولاء. تعرض إلى مسألة تلفزيون فدك وما يصنع تلفزيون، وكان موقف يجب أن يقال، لأن هذا أبو فدك ما خلى واحد ما هتك، وكلها باطل ويكفر محمد باقر الصدر كافر، الوائلي كافر، الخوي كافر، الطباطبائي ابو الميزان كافر، الشيخ بهجت كافر، ما خلى واحد. وشنو من يعرفه هذا؟ نعم اكيد تعرفه المخابرات البريطانيه، هذا ما عندنا شك، يعني افو واحد يقول ما حد يعرفه، لا المخابرات البريطانيه تعرف امثال هذا. فكان موقف ووصفهم بوصف دقيق، قال ان اتباعه من الاشعثيين. خوش كلام حقيقه. لما الأشعثيين شنو؟ يعني الأشعث بن قيس، والأشعث بن قيس كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له إنما أنت منافق وابن كافر، قال له أنت منافق
وابن كافر، ولقد أسرك الإسلام مرة والشرك مرة، الشرك مرة والإسلام مرة، ففي الأولى دللت على أصحابك وفي الثانية فديت نفسك. واحد خسيس بمعنى الخسة، هذا الأشعث الذي ولده محمد قاد الحرب على مسلم بن عقيل، وولده الآخر قيس الذي قاد الحرب على الإمام الحسين، وابنته جعيدة التي سمت الإمام الحسن المجتبى، فكان وصفا دقيقا. شنو المصلحة الآن إحنا؟ شنو المصلحة للشيعة وحتى للسنة؟ حطونا فضائية صفر، حطونا فضائية هذا، هنا فضائيات اثنين وهنا فضائيات اثنين، هذه سبب هذا وهذه سبب هذا، وصير المعارك وصير الحروب. شنو المصلحة ألمن؟ مو شنو المصلحة أنه أنت تخالف إجماع الشيعة؟ عائشة، عائشة مذنبة، عائشة مخطئة، عائشة سيئة، نعم بلا شك، لأنها خرجت إلى حرب الإمام أمير المؤمنين، وعندهم هم في فقههم كما يقر هذا الشيخ المفيد على الله تعالى مقامه، في فقههم في مستنداتهم أن الخارج على الإمام الذي عقدت له البيعة كافر، فهم محرجون في قضية عائشة، حتى قالوا في رواية أنها تابت، يدورون رواية مال توبة هم، لكن بهذا الحدود فقط، بهذا الحدود، نعم عدو لأهل البيت. وما نعد دفن الإمام الحسن، ولما استشهد الإمام أمير المؤمنين سجدت لله شكرا وقالت وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، والآن ارتاحت. ها ما عليه خلاف، هذا هم حائرين بيه، ليش نحير بيه؟ هم مدرسة أهل السنة حائرين بهذه المسألة، ليش احنا نحير بها بعد؟ ولكن أن تكون زانية لا، لأن هذا يمس رسول الله، مو يمسه. رحم الله الشيخ المفيد الطوسي، عفوا، هذا العلم الكبير. سألك بالله هسه أنا أترك الطوسي وأترك المفيد وأترك هذه الأعلام الجبارة العظيمة وأتمسك بواحد ما أدري بي، ما أعرفه شنو منه، شنو هذا؟ ما عاد يعرفه أصلا. ها فالشيخ الطوسي يقول لماذا دفع الله الزنا عن زوجات الأنبياء؟ ليش؟ بس ما دفع عنهم الكفر، بدليل أنه القرآن يصرح أن زوجة نوح ولوط كافرات، يقول ما دفع عنهم الكفر ولكن يدفع عنهن الزنا، لماذا؟ قال أترى أن يقال زوجة فلان كافرة أو يقال زانية؟ أيوه يتفرق، شلون المقايسة هاي؟ يقول لا عمي كافرة أخف، مو صحيح، خلي كافرة بس مو زانية. لماذا؟ لأن كفرها عليها وزناها يشمل زوجها، فكان الهدف شنو؟ الهدف هو تشويه سمعة رسول الله، وكلها روايات أموية حتى لو صحت عندهم. وماذا لو صحت عندهم؟ وما هي أسانيدهم؟ وهل أسانيدهم محترمة؟ وهل رواتهم أمثال البخاري عدو أهل البيت؟ هذا عدو آل محمد سلام الله عليه، هل هذا محترم عندما ينقل لروايات؟ من هؤلاء حتى ينقلون الروايات التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الكلمة الأخيرة وأسألكم الدعاء، صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. احنا هذا النشأ الجديد، هذول الشباب الصغار الجدد، شنو راح نصدر لهم احنا؟ هذه الفئوية؟ يعني أنا إذا قلدت مرجع أعتبر هذا المرجع مالي هو اللي يدخلني للجنة، وباقي اللي يقلدون غربرة يمكن يروحون للنار، يمكن يروحون للنار يمكن. وهاي ثقافتنا صارت بهذا الشكل؟ هاي وين مستنداتها؟ أنا ما أدري وين مستنداتها في فقه أهل البيت، في تاريخ أهل البيت. مو الإمام يصيح إنهم حجة الله عليكم، حجتي عليكم وأنا حجة الله، إنهم حجتي عليكم، مو واحد ما قال إنه، هو الإمام يقبل تعدد المرجعيات، مو هو الإمام قبل تعدد المرجعيات، ما معارض الإمام على تعدد المرجعيات، على أن يكون المرجع شنو؟ عالما مجتهدا جامعا للشراط، أهلا وسهلا، ماكو مشكلة. ولكن أنه أنا أحتكر المرجعية بواحد هو هذا سبيل الجنة، يعني لغلد أخوي هو هذا يدخل الجنة، بعد لغلد غيره ما أعتقد يدخل الجنة. يعني أنا في ريبة من أمر، شنو هي؟ وين موجودة هاي؟ وين موجودة؟ في أي مستند موجودة؟ بعدين هؤلاء أعلامنا، هؤلاء ساداتنا، هؤلاء قاداتنا، هؤلاء أناس عكفوا على الدين ودراسة معارف الدين وعلوم الدين، بأي حق يسقطون بهذه الطريقة؟ فأولادنا شنو راح نصدر لهم؟ ما أدري يعني. شنو راح يرثون من عندنا؟ بس احنا بنعمة الله ورثنا من آبائنا وأمهاتنا محبة أهل البيت عليهم سلام الله، مو صحيح؟
ما أعتقد واحد ما عنده قصة ويا أمه ويا والدته ويا والده في قصص أهل البيت. ما أعتقد كل إنسان عنده قصة معينة فيه من قصص المحبة والولاء. أنا أذكر قصة حقيقة والله إلى الآن عالقة في ذهني. كنت طفل صغير وكنا بالعراق ننام فوق السطح، يعني كقياس مو على كل واحد عنده قصص يعني. طفل صغير يعني أنا بعد ما مسجل بالمدرسة يمكن، وكان القاري يقرأ، كان يمكن أيام محرم يقرأ ويوصل صوت السماعة، فأنا أسمع يزيد وأسمع الحسين، فأسأل والدتي أقول له شنو هذا يزيد؟ قال لي هذا يزيد ما عنده ثقافة، امرأة أمية يعني هي لا تقرأ ولا تكتب، بس شنو محبة أهل البيت حاكمة قوية. قالت لي هذا يزيد هذا كافر. شنو معنى الكافر؟ قالت هذا كافر يعني ما تعرف تفسر من الكافر. قالت الكافر يدوس على النعمة. أنا شنو تفكرت النعمة؟ يعني أطفال فكرت النعمة يدوس على الخبز، نصور النعمة الخبز يعني التمن الرز كذا. شلون يدوس على النعمة؟ شلون يأكلها؟ قالت لي هو ليش يسمونه كافر؟ هو ما يفتي، هو هذا مقدارها خلاص. مو بس هذا التعريف، وأنا طفل صغير ظل يحفر في نفسي وإلى الآن فعلا بقي في نفسي. فإحنا شلطنا آبائنا وأمهاتنا، ليش إحنا ننطي هذا الجيل عداوة؟ ليش نعطيهم عداوة؟ بأي حق نعطيهم عداوة؟ بأي حق نعطيهم؟ هذا مرجع يفتي بهذه الفتوى عنده مستندات الخاصة، هو مو جامع للشرائط، مو صحيح، عنده مستندات الخاصة، عنده أمور يرجع إليه، مو بوتر شكل جاي يفتي. قصدي العالم الجامع للشرائط فعلا، لأنه في هذه الأيام خوب كثرت بعد، يعني صار صعب تقول على كل واحد يعني عالم جامع للشرائط. لا سيما إذا وقفنا مثل على الأوائل، أمثال علم كبير جدا من أعلام الطائفة السيد أبو القاسم الخوي، علم نتشرف به إحنا. يا أخي هذه كتاباته، هذه آراءه بالفقه بالأصول بالتفسير بالرجال، يعني مفخرة للشيعة هذا الرجل. بأي حق يمزق بهذه الطريقة الكاذبة، بهذه الطريقة المفترات؟ بأي حق؟ على كل حال نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من الموفقين بالعناوين العامة لأهل البيت، عناوين الولاية والبراءة. أوالي من والوا وأعادي من عادوا. نعم حبيبنا هو حبيب أهل البيت، عدونا هو عدو أهل البيت عليهم سلام الله. خصوص في هذه الزيارات الأربعينية المليونية، حيث الزوار خلصت الآن الأربعينية بالعراق، ولكن كان حدثا رائعا، وكان حدثا مشرفا، وكانت صورة الزوار صورة مشرفة، هيبة ووقار لأهل البيت عليهم سلام الله. لذا قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق، أو قيل ما ينسب إليه، قال شيعتنا يا إذا ذهبتم إلى زيارة قبر الحسين فامشوا إليه فرادى متفرقين. عند غاية الإمام، شوف المسألة العاطفية شكد مؤثرة. قالوا ليش فرادى؟ يعني مو جماعات ليش؟ قال لأن هذا حال عمتي زينب ونساء الحسين لما عادوا إلى زيارته تفرقوا في صحراء كربلاء. يعني لما وصلوا للقبور، تصور المشهد له، تصور جنابك يعني الحالة اللي تركت زينب بها الحسين وأهل البيت وكيف عادت. لذا يقول الإمام هذه تلقي بنفسها على قبر أبيها، وتلك على قبر أخيها، وتلك على قبر ولدها. أرجعك للشام شوية، لا بأس نذكر رقية سلام الله عليها، لما وقف الحادي على أطراف الشام قال سيدي هذه أطراف الشام، عندكم حاجة؟ سمعت سكينة قالت عم زينب أمهليني أودع أختي رقية. قالت لها ودعي. نادت أخي رقية عليك سلام الله، أخي نحن ذاهبون إلى أبينا، نحن ذاهبون إلى عمنا إلى كربلاء،
وأنت بقيتي وحدك بالشام، ساعدك يا الله على الغربة، وكأني بالعقيلة تقل لأخويا يا أبو علي أخويا خويا سبايب سبب بنتك يا خويا ظلت هناك سبب لا عصياط ولا عفر قواك اللي عنده حاجة العزاوية يا الله يا سبب لا عصياط ولا يا وقف الحادي على أطراف كربلاء قال سيدي هذا طريق إلى الحجاز وهذا طريق إلى العراق قال أمهلني حتى أسأل عمتي زينب قال عم هذا طريق إلى الحجاز والمدينة وهذا طريق إلى العراق وكربلاء لما سمعت زينب قال سيدي الآن ملايين يتوجهون إلى كربلاء من هذه الديار البعيدة شلون زينب على مفترق طريق ماذا قالت قالت بعم علي لا كربلاء لا كربلاء إلى زيارة قبر أبيك الحسين كان جابر الأنصاري وعطية العوفي عند قبر أبي عبد الله قال عطية قال لي جابر يا عطية خذني إلى شاط الفرات يقول اغتسل ثم قال لي يا عطية خذني إلى قبر الحسين قلت له جابر قال نعم قلت له القبور غير معلمة شوف الإيمان شوف العاطفة الولاء شون يستدل على قبر الحسين قلت له القبور غير معلمة يعني ما مكتوبة أسماء على القبور فكيف تعرف قبر الحسين قال يا عطية المسني القبور قبرا قبرا دنيني يم القبور فكان جابر يأخذ شيئا من التراب يشمه يقول ليس هذا قبر الحسين حتى وصل إلى قبر شم ألقى بنفسه عليه وهو ينادي ثلاثا ويا جابر ماجور حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين أحبيب ولا يجيب حبيبه تدري ليش يقول له هالشكل لأن جابر كان يسموه حبيب الحسين والحسين يسمونه حبيب جابر إذا جابر شاف الحسين بالمدينة يقول له حبيبي يا حسين الحسين يقول له حبيبي يا جابر لهذا جابر يقول له حبيب لا يجيب حبيبه كنت تجاوبني ليش الآن ما تجاوب يقول عطية فبينا نحن كذلك إذ أقبلت سواد من جهة الشام قال لي يا عطية انظر ما الخبر إن كان من أعوان بن زياد لعلنا نجد مخبأ ولكن إذا كان زين العابدين هو يدري فأنت حر لوجه الله ذهب عطية وقلبه مثل قلبك موجور نعم ولكن ما أسرع أن عاد وهو يلطم على رأسي ويقول يا جابر قم واستقبل حجة الله يا جابر هذا الإمام زين العابدين وأخواته وعماته قد عادوا من سبي الشام إلى زيارة قبر أبي عبد الله عاد قام الإمام السجاد شاف جابر وهاي أيام وليالي لا يرى إلا شامتا وحاقدا قال أجابر هذا قال نعم سيدي فداك جابر قال يا جابر ها هنا قتلوا رجالنا يا جابر ها هنا سحقوا أطفالنا يا جابر ها هنا داست الخيل على صدر أبي عبد الله يقول جابر دنك زين العابدين أخفض براسه قال له يا جابر من ها هنا سبيت عمتي زينب
نظرت العقيلة قالت: عم أراك أطلت مع هذا الرجل، عم دلني على قبر أخي الحسين. أشار إليها، ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وهي تهيل التراب على رأسها وتنادي: وحسينا وحبيب رسول الله، يا حبيب فاطمة الزهراء. نظرت إليها سكينة تقلها: يا عم يا عم رخصيني، أريد أحكي ويا أبويا ونور عيني، أشوف حال القبر بينا وبيني. قالت: يا عم مرخصة احكي ما تحكي. اجت سكينة المدللة شو تقول؟ تقول: ابويا ابويا. اجت سكنة لابوها حسين تشكي، الله يرحم الشيخ هذه الكربلائي لها الابيات. اجت سكنة لابوها حسين تشكي: يا ابويا ما كنت ترضى من ابكي، تعلمني شكل الناس شاحكي. لو قالوا يا سكنة تدللك وين، اريد ويا الدمع اللي عند عزاء. يا الله اي اي. لو قالوا يا سكنة تدللك وين، لطلب الحوائج في مبان نهاية باب الحوائج يم أبو فاضل. قامت زينب تنظر يمنة يسرع على قبر الحسين. قال زين العابدين: عم أنا أعلم عما تسألين. قالت: عم علي دلني على قبر كفيلي، عم علي دلني على قبر أخي العباس. قال: عم على شاطئ الفرات قبر مفرد وحد علم واضح. قالت: يا نساء الحسين قمنا معي، عدنا غريب على الشاطئ بلا يمين ولا شمال ولا نايحة تنوح على قبره. ويل تقل أخويا نبت من وأدور بالشراية، أدور زنيد عباس ضايع هنا يلي مسدر القلايع، خواتك ترى يراح ضوايع. يا نازلي نبي كربلاء هل عندك؟ اذا حافظ اقرا وياي ماجور صير صاحب عذاب. يا نازلي نبي كربلاء هل عندك خبر بقيتلانا وما أعلامها وما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقي الثلاثة لا يزار مقامها. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، يسر أمورنا للدنيا والدين. إخواني أخواتي، من أوصاني بالدعاء ومن كان في مجلسنا هذا مريض ومن كان لديه مريض، ومن أوصاكم بالدعاء: اللهم شافي مرضانا وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين بحق مولانا زين العابدين. يا الله، اللهم اجعل كيد النواصب في نحورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وارزقنا ثوابهم واجعلنا معهم. يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. اللهم ادفع هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره ويسر لنا ظهوره. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام الإمام الحسين، وإلى كل شهيد
استشهد دفاعا عن آل بيت رسول الله. رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلوات.